اسم التجربه ماء عديم الوزن الهدف من التجربه مشاهده اثار حاله انعدام الوزن في السقوط الحر عناصر الامن والسلامه الخاصه بالتجربه الحذر من انزلاق القدمين عند سقوط الماء ادوات التجربه قلم رصاص كاس ورقيه ماء ملون خطوات اجراء التجربه نستعمل قلم الرصاص لاحداث فتحتين في الكاس الورقيه احداهما في قاع الكاس والاخرى في جانبها نغلق الفتحتين بالاصابع ثم نملا ثلثي الكاس بالماء الملون نرفع الكاس على علو متر ونصف ثم نسقطها فنلاحظ ان الماء بقي في الكاس ولم يخرج منها في اثناء السقوط النتائج لا يوجد ضغط من الماء على الكاس او العكس حيث يتسارعان بتسارع الجاذبيه الارضيه نفسه لذا فهما في حاله انعدام وزن ظاهري